لو احنا بقى عايزين نعمل نفس الكلام بس على بوست بقى مش جدا. اولا انا هعمل راوتنج بيج دي وفورم يعني دي جيت بقى، بس انا هخليها نوت ايه اسميها فورم بوست، يعني البوست فورم مثلا عشان ملوش الدنيا. وكونتاكت اس دي انا محتاج منها اغيرها برضو، اخد منها كوبي عشان مش عايز ابوظ الفايل بتاعي، يعني مش عايز ابوظ الاكزامبل التاني اللي كان شغال على كونتاكت اس ده، يعني عملناه اللي هو جيت، فاخلي دوت كونتاكت اس بي اللي هو البوست يعني اس بوست. صفحة ال HTML الأساسية اللي بتنادى على الاثنين، كنا عملنا واحد بينادى على كونتاكت اس، عايزين نخلي واحد تاني في المنيو مثلا كونتاكت بوست، ونخلي هنا اليو ار ال سلاش كونتاكت، مش عارف نسيت على طول ساعتها سميته ايه، كونتاكت بوست كاملة كونتاكت اس بوست سلاش كونتاكت اس بوست. فيبقى المفروض هنا ان برضو في عندي نوت العنوان، لو حد بعت لي كونتاكت اس بوست هينادي على الصفحة كونتاكت اس بوست. ماشي ماشي كده اهو، صفحة كونتاكت اس بوست المفترض ان هي قامت، عشان اغير فيها بس واغير فيها بالشكل اللي هو البوست، ما يبقاش في بشكل الجت يعني في نفس الوقت ما نبوظش بتاعت الجت. ماشي نفس كل حاجه، مش هنغير اي حاجه غير ان احنا بس الفورم بتاعتنا الميثود كانت مربوطه، طبعا دي كانت جت كونتاكت، انا عايز اشتغل حاجه اسمها بوست كونتاكت دلوقتي، والميثود بدل ما كانت جت انا عايز اشغل على موسد على ميثود ايه بوست بس يعني. وطبعا البوست اكتر امانا وبتبقى الداتا مشفره تبقى محمية اكتر بكتير، فانا اشتغلت بوست عادي جدا وديت على بوست ونفس الفورم كما هي، انا مش هغير فيها حاجة، عايز بس اعمل اللي هي البوست كونتاكت دي اللي هي تبدأ تشتغل بقى، قريبة جدا من الجيت دي، ممكن نستخدم دي او ممكن نستخدم دي كده كوبي ونعمل بيست، بس المرة دي هشتغل على الميثود اولا تبقى بوست. ماشي بس ده اولا تبقى ايه تبقى بوست ما هياش جت، واسمها سلاش بوست كونتاكت. ماشي طيب الريسبونس اللي جاي لي كنا بنقول ايه ريكويست دوت كويري، صح؟ عشان دي كويري يعني عنوان مكشوف، هنا هنقول ريكويست دوت بادي، هنغير بس كلمه ايه بادي بس مش اكتر من كده، كونسول دوت لوج وهطبع الريسبونس وهطبعه برضو على في الريسبونس بتاعتي او في الرد بتاعي هطبعه عندي في صفحه. تعال نشوف بس احنا ما غيرناش غير بس كلمه كويري، غيرناها خليناها بادي، دي الداتا طبعت كنترول سي، وهقول المره دي راوت بيج فورم بوست دوت جي اس، ونقوم الايه طبعا تلاحظوا النوت لما عشان بس قبل ما اعدي الحته بتاعت الجيت عشان الناس تسال الفرق ما بين الجيت وما بين البوست، احنا لما بعتنا المره دي تلاحظ ان جيت كونتاكت، انا عايز اوريكم بس العنوان اللي جه ده اهو اللوكال هوست شغال جيت كونتاكت اهو، وبعد كده بعت النيم احمد صبور ايميل اورا دوت جافا سبيس دي ولا دي دوت 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 اللي هي 140 دوت ياهو دوت كوم اد فون، وكتب التليفون. يعني لو بتبقى عيبها فين بقى ان هي ممكن تخترق بسهوله، يعني مش امان يعني لو واحد جه من فوق كده غير وكتب عادل مثلا تشتغل، وبعتت ان النيم عادل صبور وبتاع، فاليو ار ال كده بقى خطر يعني الناس ممكن تتاكسسه بسهوله ومباشر، بالذات طبعا لو كان في باسورد او كلام من ده ما ينفعش يكتب من فوق كده بالمنظر ده، فبنكتب الحاجات بالمنظر ده حاجات ليها العامه، اما البوست ما بيحصلش فيها كده. هنشوف بقى الفرق، يعني شايفين الجت اهي جت بعت البيانات كده، تعالوا بقى نشوف منظر الايه البوست. انا مش عايز الكونتاكت اصلي،
عشان ارجع للاندكسات نفسها، ماشي بكبر بس عشان انتوا شايفين. احنا محتاجين مش دي، احنا محتاجين كونتاكت بوست دي. وداني على الصفحه، كلام جميل. قلت له عادل صبور، ماشي. الايميل عادل صبور @gmail.com، ماشي. والفون بلاش اي حاجه بس كده. المفروض ينادي على بوست ريجستر. اولا هو نادى على جيت، فمعناه ان في حاجه حصلت غلط. ورغم هنا طبعا البيانات هنا عادل مش عارف ايه كلام من ده، لكن طبعا هو اشتغل على راوت بيج فورم بوست، بس هو اشتغل بالاسلوب مش عايز بوست صح، دي بوست كونتاكت. ازاي هو حذفنا على غلط صح، بعت على جيت كونتاكت. لو شايفين جيت اندرسكور كونتاكت مش بوست كونتاكت، يبقى الفورم ما حذفتنيش صح. الفورم ذات نفسها اللي هي دي ما كناش سايبنا، شايفين النقطه دي معناها ان لسه ما سايبتش. عملنا كده كان ناقص بس كنترول اس بس، فما كانش سايب، فهو ما حسش بالدنيا. كنترول سي، نرجع نعيد تاني الكره لان ما كنتش انا سايبت. بس ارجع باك، ماشي. خلينا هنا في الصفحه على طول مباشره، المفروض كده صحيح ان شاء الله يعني. فقلت له هنا على الصبور، وقلنا الايميل، وقلنا اي رقم تليفون ريجستر، ماشي مش مشكله. بوست كونتاكت ده كلام جميل. وقال لي تايب ايرور كان نوت ريد بروبرتي اسمها نيم، مش قادر اقرا البروبرتي اسمها نيم اوف اندفايند. وطلع لي الايرور في الراوت بيج فورم بوست 23 وشويه بقى حاجات كده اخطاء بتسلم بعض يعني. قلت له ماشي، تعال نرجع هنا اهو. ما قدرش يقرا من الريكوست بادي دوت نيم، ما قدرش يقرا دي، ما قدرش يقرا دي من ريكوست بادي دوت، لان طبعا ما قدرش يبارس يعني. هو وصل له الريكوست يعني، الريكوست ده القالب ده كله، الاوبجكت ده كله، كل اللي فيه اتحذف، بس هو ما قدرش يبارسه لان انت شغال ببوست. ففي البوست لازم نفهمه ازاي يظبط اليو ار ال. بنظبط اليو ار ال، بقول له يو، بكتب هنا يو ار ال. في عندي يو ار ال حاجات كتير، في منها يو ار ال انكودد، انكودد لان طبعا بتبقى جايه متشفره، العناوين بتبقى جايه متشفره، فانا عايز اعالجها، فبعمل حاجه اسمها بارسر. فاليو ار ال انكودد بارسر، يعني انا عايز اعالج، اعرف اقرا عناوين اليو ار ال. خلاص طيب ماشي، عشان تعرف تقرا عناوين اليو ار ال ديت، اليو ار ال انكودد بارسر اللي هيتحط هنا كبارامتر هو اللي بيقدر يعالج الايه؟ العناوين اليو ار ال اللي جايه بالطريقه اللي اسمها بوست. فاليو ار ال انكودد بارسر طبعا ده لسه ما اتعملش، الاوبجكت ده لسه ما اتعملش، لسه ما كونتوش. عشان اكونه بنزل كومبوننت اسمه بادي بارسر، نزل كومبوننت اسمه ايه؟ بادي بارسر. ممكن انزله بالان بي ام، يعني اجي هنا كده كنترول سي واقول له انا ام بي ام عايز اعمل انستول لباكج اسمها بادي بارسر، بادي داش بارسر. خلاص البادي بارسر ديت او الفانكشن دي هي المسؤوله عن بارسر، يعني القارئ، يعني اكنك عارف المؤشر، اكنك لما يكون مؤشر كده بيمشي كده اهو، بص كده اهو بيعمل كده، بنسميه بارسر، يعني حاجه ماشيه بتقرا العناوين. فعايزين نعمل حاجه بتقرا العناوين من فوق دي، وقمت قايل له داش داش سيف، فالمفروض هو يداونلودها عشان اقدر استخدمها ازاي. على ما يداونلودها هاجي هنا زي ما استخدمت الاكسبريس وغيره، على طول بالطريقه بتاعتنا هقول له فار واعرف بادي بارسر، وقوم قايل بادي بارسر ده بيساوي ريكواير، وانادي على الايه؟ الباكج بتاعتي اللي احنا سميناها بادي، او اللي هي اسمها اصلا بادي داش بارسر، ماشي. ده الاسم اللي احنا هنستدعيه. طيب عايز بقى اعرف الفاريبل ده اللي احنا حطيناه تحت ده، الباك الاوبجكت اللي اسمه يو ار ال انكود انكودد بارسر ده، عشان يعرف عشان يقرا يفك الشفره بتاعت العناوين بتاعت الفورم اليو ار ال اللي متشفر اصلا. المره اللي فاتت ما كانش في عنده مشكله، كان الداتا بتيجي نوت مباشره، ف
فالبادي بارسل هنا هيخليني بقى اقدر ايه اقرا الداتا اللي غير مباشره. فهاجي هنا ومعرف فاريبل اسميه زي ما انا سميته كده يو ار ال انكودد بارسر بيساوي، طبعا هيشتغل من مين؟ هيشتغل من البادي بارسر اللي فوق اللي هو عباره عن البادي بارسر اللي احنا استدعيناه. فهقول له بادي بارسر، طبعا بيبارس حاجات كتير، بادي بارسر بيبارس حاجات كتير، بس احنا دلوقتي عايزين نخليه يبارسل يقرا لنا اليو ار ال اللي موجود من فوق. فاقول له انا عايزك تعمل يو ار ال، قال لي انكودد، عايز اعمل يو ار ال انكودد واديله بارامتر بس وحيد. هو طبعا بياخد اوبشنز كتير، ممكن ما احددلوش اوبشنز او اقول له اكستندد اخليها فولس، يعني هل هتاخدها بموضوع البارسر موسع ولا لا، فاقول له لا مش عايز اوسع الاكستندد دي، يعني مش عارف انا اجيبها بشكل بسيط، لكن اكستندد فولس معناها ان انا عندي اوبجكت جاي لي مباشر، اكستند ترو معناها ان انا عندي حاجه اسمها نستد اوبجكتس، حاجات متداخله جوه بعض نستد اوبجكتس. لو عندك نستد اوبجكتس اشتغل باكستند ترو، انا عملت اكستند فورس ما عنديش نستد اوبجكتس، انا عندي اوبجكت صريح جدا وبسيط، خلاص عندي اوبجكت صريح وواضح جدا وبسيط، عملت اكستند ايه؟ اكستند فورس. المفروض ده كله بعد ما عملنا كده وعمل ايه؟ يو ار ال انكودنج، يو ار ال انكودد بارسر ده انا سلمته هنا في البوست، فالمفروض البوست كده يقدر يفك الشفره بقى من ريكويست دوت بادي ويجيب النيم ويجيب الايميل ويجيب الفون، ما يطلعليش الايرور اللي كنا لسه شايفينه من شويه اللي هو قال لي ان مش قادر اقرا البروبرتي دي، مش قادر اشوفها خالص. ف بعد ما عدلنا ده تعالى ايه نعمل ايه، هو خلاص عمل داونلود اهو، تعالى ايه نرن البيج تاني ونرجع للكونتاكت بوست المفترض ان هي قامت. تعالى ندخل نفس الاسم وكل حاجه على اساس نشوف، مش هيبعتها، هيبعتها متشفره خالص، وفكنا تشفيرها بالبادي بارسر ريجستر از ات از كما هو، ما حلش المشكله. يبقى في عندنا عيب اني مش قادر اقراه 28 نفس الكلام. يبقى كده احنا كاتبين شيء هنا، انا كده ما شرحنا اليو ار ال انكودد ده كده، معناه ان احنا برضه في لسه عندنا خطا ما مش ظابطين الاداء فيه. نبص كده نركز، مش عارف ممكن تكون برضه ما عملناش سيف ولا حاجه، نسي تاني. الصفحه الرئيسيه دوس انتر او دوس كنترول اف 5 عشان يعمل ريفريش وقت ما متاكد. تيست تيست كده اي حاجة. اشتغلت اهي، كان بس ما سيبناش كالعادة بتاعتي، يعني مش متعود على كده، بس يلا البوست هنا كده الداتا اتفكت اهي تاني، ما كانش في اي تغيير خالص، احنا بس ما كناش واخدين بالنا من الايه، مش كونتاكت بوست النيم الايميل الفون اي حاجه وريجستر، ادي الداتا اتحذفت لها بطريقه البوست ومفيش اي مشكله. طبعا الداتا دي اخر حاجه ممكن نقولها ان احنا ممكن طبعا نسيبها في مونجو دي بي، احنا اخدنا ده. فلو رجعنا على سبيل المثال في اي حاجه تخص المونجو كنا عاملينها، مثلا ان هو انسيرت 1 مثلا، انسيرت جوه كوليكشن عادي، كنا ببساطة جدا مستغنين المونجو وعاملين كونكشن ونرمي والكلام الجميل ده كله خلاص، وكنا بنبعت رد و و و و. فأنا ممكن أخد كوبي من ده وأعرف هنا var mongo وأقول له required مونجو دي بي ومونجو ايه؟ مونجو كلاينت سيمي كولون، وابدا هنا مثلا جوه البوست، جوه البوست بتاعنا كان عندنا اضافه بس طبعا لازم نسطب طبعا المونجو ونبدا نشتغل عليها هنا.